قصص الأنبياء والسابقين. النبي الذي دفن بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أنه لا يوجد بينه وبين عيسى بن مريم عليهما السلام أنبياء أبدا، والفترة التي بين بعثة نبي الله عيسى ونبي الله محمد عليهما السلام 400 عام، وقيل 600 عام، وقيل 620 عاما. وأيا ما كانت الفترة فلا يوجد فيها نبي أبدا، ولكن ذكر الكثيرون من أهل العلم بالتاريخ والسير أن هناك نبي من أنبياء الله الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل دفن بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. فمن هو هذا النبي؟ وأين كان يوجد؟ وأين وكيف تم دفنه؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو كان قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، وبشر بعيسى وبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا آثار. الأمر الثاني، لما فتح المسلمون التستر على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدوا قبر، ولذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يحفر له في مكان ويعمى، لأن الناس كانوا يعتقلون فيه فيأتون عند قبره ويفتنون، يأتون عند قبره ويفتنون، ولذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن ينقل إلى قبر ثم يعمى، حتى ذكر بأنه يعني حفر أكثر من قبر في مكان حتى لا يستدل عليه هؤلاء الجهلة من أهل الخرافة ومن أهل البدع ومن أهل التعلق بالقبور، عما حتى ذهب، وهذا لا شك أنه وسيلة شرعية. إنه نبي من أنبياء الله الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل، وكان في زمن الملك بختنصر الذي دمر بيت المقدس وخربها وقتل من شاء من بني إسرائيل وأحرق التوراة. وعن محمد بن إسحاق عن خالد بن دينار أن المسلمين لما فتحوا تستر سنة 17 هجرية وكانت معقلا قديما في خوزستان كجزء من الفتح الإسلامي لفارس، وقد هاجمها المسلمون بقيادة أبو موسى الأشعري في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجدوا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت وعند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال فيه سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال أمرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نحفر بالنهار 13 قبرا متفرقة، حتى إذا جاء الليل دفناه في واحد منهم وسوينا القبور كلها بالأرض لنخفيه عن أعين الناس فلا يفتتن أحد به ولا ينبشون قبره. قلت ولما ينبشون قبره وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا سريره إلى الخارج فتمطر السماء. قلت ومن كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. وأيضا روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح كما في البداية والنهاية عن أبي الزناد قال رأيت في يد أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري خاتما نقش فصه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل. قال أبو بردة هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال، أخذه أبو موسى يوم دفنه. قال أبو بردة فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له يولد ليلة كذا وكذا غلام يعور ملكك
ويفسده. فقال الملك: والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته. وأنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد، فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضراه، فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه، فنجاه الله حتى بلغ ما بلغ. فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لئلا ينسى نعمة الله عليه في ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، ولكن إذا كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة فليس بنبي، بل هو رجل صالح. وقد يكون تاريخ وفاته من 800 سنة وهو قريب من وقت النبي دانيال، ولكن قربت الظنون أنه دانيال، لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا كما ذكرنا في السابق. وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر، وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع، فيحتمل على هذا أن يكون رجل من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد، والله أعلم. هذا هو نبي الله دانيال الذي دفن بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.